في هذا الفيديو غادي نوريكم ثاني تصميم ديالي اللي خدمته وعجبني بزاف وبغيت نشاركه معكم. اول حاجه غندخلوا كانفا اللي كتسهل علينا كل شيء في الديزاين. غادي ندخلوا المقاسات ديالنا 4500 5400 وغادي نجيو نعمل نوريكم الديزاين اللي باغي نخدم عليه. هو هذه الفكره هذه بالضبط اللي هي نشوفوها. نمشيو جرافيك اوكي بحال هكذا. ممكن نرجعو اللون اللي باغيه هنا. نشوفو هنايا واحد الطريقة هي غادي نحاولو نعملو هاد اللعيبات كاملين شنو غنعملو؟ غنزولو هادي هي اللي كنا عاملين عليها واحد يعني باش نجيبو يكشي هو هداك. هانتوما كتشوفو قدام عينكم ممكن نرجعو هادي باك جراوند مثلا كحلة وهادو ممكن نرجعو بحال هيدا. ممكن نعملو بزاف شونجمون بحال هيدا كتبقى فيني فيهم وتعوضهم كاملين. نزيدو بحال هيدا بحال هيدا مثلا. تقدر تعمل بزاف الحاجات ولا تقدر دابا هادي كاملة في تيشيرت ولا تقدر تعدل واحد الطريقة أخرى. نمشيو ديزاين كنمشي ستايل ونمشيو مثلا كولورز هنايا وهنا كيعطيك يعني شنو ما كليكيت عليها هيعطيك هو الاختيارات اللي كاينين. وممكن هذا يمشي مع التيشيرت هيدا ممكن تختار عندك بزاف. مهم فكرة، اتمنى تكون الفكرة وصلت لكم.